الخير. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة حاضرة معنا فيها محبوبة الجماهير اللي هي البطاطا. البطاطا هي اللي غتكون بطلة المطبخ ديالنا هذا الأيام إن شاء الله. غادي نتعلموا نقدموها بشكل راقي وزوين ومختلف، حيتاش البنات ديالي قالوا لي كي كندخلوا للكوزينة غادي نصاوبوا شي حاجة فيها البطاطا كيبان لنا غير الفريت والمرقة. لهذا غادي نديروا مجموعة ديال الوصفات اللي غادي تدخل فيهم البطاطا بشكل راقي. لهذا غادي نوظف في هذا اليوم عندنا صوبة، بعدا هي الأولى نعلمكم شنو عندنا. عندنا صوبة غادي نوظف فيها الحوت بثلاثة الأنواع، ولكن انتم ما تخدموا بالموجود، يعني ما عندكمش هذا الشيء اللي غنصايبوا حنايا، غتحتاجوا فيها انتم الا البطاطا وطريفات ديال الدجاج. اما بالنسبه انا غنصاوبها بحال ديال الريستورات، كتقدم بهذه الطريقه راقيه وزوينه. المكونات هي قليله ان شاء الله، ما تقمكمش يعني غاليه ولا يعني صعيبه، بصح غتكون يعني شويه فيها يعني فيها تشكيله ديال الحوت خصها تكون. اول حاجه كنحتاجوا في هاد الوصفه هذه كنحتاجوا كيلو ونص ديال البطاطا اللي غادي نستعمل انا، يعني الكميه اللي تكفي لعدد الافراد اللي عندي ديال الاسره ديالي. وعندي هنايا كما كتشوفوا عندي هنا الحوت الكروفيت، وعندي الكالامار، وعندي السوريمي كما كتشوفوا السوريمي مقطع، عندي طريفه ديال الشامبينيون، عندي شويه ديال الفيرميسيل قطعته حتى هو بالمقص، وعندي انا قزبر ومعدنوس، وغادي نحتاج فلفله كحله اللي هي البزار، ونحتاج ملحه، ورقه سيدنا موسى وضامد البنه، وغادي نحتاجوا لهاد الصوص سوجا، يعني الا توفر عندكم، توفرش عندكم ماشي اشكال. كما قلت لكم الا ما كانش عندكم هاد المكونات حاضرين وجهيتوا تصاوبوا هاد السوبا، ممكن تصاوبوها غير بالبزار والملحه وضامد البنه ورقة سيدنا موسى وطريفات ديال الدجاج، كتجي مزيونه وتقريبا ماشي بعيده في المذاق ديالها على هاد المكونات اللي غادي نديرهم فيها. اول حاجه غادي نديرها غادي نحط الكوكوت اللي غادي نطيب فيها، غادي نحط البطاطا هي الاولى في الكوكوت. طريقه سهله وعمليه وبسيطه، اي واحد يقدر يصاوبها. اللي غندير فيها هذا البزار، هذا غنطيب معاه في الاول، والملحة، ورق سيدنا موسى، ضمد البنة، وهاد المكونات اللي عندنا هنايا، هاد المكونات كاملين غادي يبقاو لنا حتى نطيبو البطاطا عاد نكملو طيابهم معاها. شنو غندير دابا؟ غادي نضيف الكمية ديال الماء اللي غادي نحتاج، خاصني نخوي واحد الكمية لاباس بها اللي تغطي لنا كلشي البطاطا. دابا نحط الكوكوت فوق النار ونخليها تاخذ وقتها كافيه، نطيب البطاطا ونرجع ان شاء الله نوريكم الخطوه الثانيه. دابا البنات من بعد ما طابت البطاطا هي وجدناها كما كتشوفوا هنا مسلح، نسمحوا لي على الفوار ديالها. غادي نزولوا غير هذه وريقه سيدنا موسى، انا عندي خطوه اخرى ما وريتها لكمش. هذوك العظيمات ديال الكروفيت سلقتهم في واحد شويه الماء، وغادي نضيفهم على البطاطا اللي سلقت باش يعطيني لوغو ديال الحوت، يعني يكون طاغي بزاف يكون باين. هذا الشيء اختياري طبعا، يعني اللي بغات ديرهم اللي ما بغاتش ما ديرهمش. الخطوه الثانيه هو انه غادي نطحن دابا هذه البطاطا حتى ترجع لي بحال شكل ترجع صفه. صافي، من بعد ما طحنتها البنات ما بقاش فيها كاع الطراف ديال البطاطا اولا شي
شي حاجه يعني باينه. دابا ندوزو للخطوه الثانيه. دابا غادي نضيف المكونات ديالي كاملين مره يعني بطريقه عشوائيه ماشي شي حاجه. بسم الله كلشي هكا مع بعضياتو ونرجعو دابا الصوبه ديالنا طيب. بسم الله غادي تبقى لنا صوص سوجا كنقدموها في الاخير يعني كتبقى اختياريه اللي بغى يديرها في الغرفيه ديالو اللي ما بغاش ما يديرهاش. دابا نرجع هادشي كامل يطيب واحد 10 دقائق او لا ربع ساعه على حسب الحوت ما يطيب لنا. ديك الساعه ما غاديش هي في الحقيقه اكثر من 10 دقائق لان الحوت كله كيطيب في الساعه. الكروفيت كانامار عندهم 10 دقائق في المطايب كيطيبوا فكذلك السوبه طايبه غتعطينا نفس المده يعني 10 دقائق ما غاديش ندوزوها ونرجع ان شاء الله نكملوا معكم اخواتي. موجوده السوبه ديالي الاخوات ها هي كما كتشوفوا غنوريكم الشكل ديالها النهائي كتجي كما هكذا طريفات ديال الحوت وطريفات الشامبينيو كيجيو باينين واللي كتعجبو حاره يستحسن نديرو فيها الحار. انا كتعجبني حاره صراحه حتى الوليدات لهذا غادي ندير فيها الحار والحار غادي نستغلو باش نزين به الطبق ديالي. شنو غادي نستعمل في الحار؟ غادي نستعمل الصوص اللي كنا صوبناه مع بعضياتنا اللي ما شافش الحلقه ديال لي صوص تلقاوها عندكم في الرابط. شنو غادي ندير انا؟ غادي نسكب واحد الكميه هكذا ديال الحار وغادي نزيدها الصوص ديال السوجا اللي وريتكم قبيلات. غنزيد واحد الكميه ما خصني الاول نخليها شويه الصوص السوجا راه كاين فيها انواع. انا اختاريت هذا النوع اللي هو خفيف ماشي ثقيل بزاف. غندير غير قطيرات هكذا باش بها كنزين الطبق ديالي وبها كنستهلك واحد الكميه اللي كتعطيني واحد لوكو مختلف على اللوكو اللي ملفين كان يعني كناكلو عاده. المهم بعد ما درت هاد الدائره ديال المطيشه زدت فيها ديال الصوص عفوا زدت فيها الصوص سوجا. غادي نجيب واحد السكين وغادي نجر هكذا باش يعطيني الشكل هكا بحال شكل قلب كيما هكا. نعاود على الثاني كيف التفصيل الاخر نفس الحركه. نقدر هنا نصاوب جوج مثلا. الديكور البنات كيبقى يعني عندكم حريه الاختيار كتصاوبوا داكشي على ذوقكم بالطريقه اللي كتعجبكم. انا غير مجرد فكره كنديرها وانتم لكم واسع النظر تجربوها حتى نتوما او لا تزينوا بالطريقه اللي تعجبكم. غادي نديروا نفس الحركه غير هنا تكون مزدوجه باش تعطيني جوج قليبات. ها واحد ما صدقش بزاف ماشي مشكل نحاول نعوضو. يدي راك الديكوراسيو كيبقى لكم اختيارات ومره كيصيب مره كيخيب كيما كتشوفوا الكوزينه تحوضوا مره كتطلع الحاجه مره ما كتطلعش هكا. مع الاسف ما جاش هو كما بغيه يكون بالحق. هو الشكل ديالو كيما كتشوفوا كيجي هكا قليب ملي كيصدق. ونتمنى تعجبكم اخواتاتي الوصفه صراحه. هاد الصوبه لذيذه بزاف. انا علمتني واحد الاخت سيدي افني كنشكرها بزاف واليوم الا تبعت الحصه ديال اليوم كنوجه لها تحيه كبيره كبيره وكنشكرها بزاف ونتمنى ان شاء الله تكون في الاستماع. الحصه ديالنا هي هذا البنات نتمنى تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم محبوبه الجماهير في شكلها وفي الحله ديالها الصوبه. نتمنى تجربوها تعجبكم وصيفطوا لنا التعاليق في لي كومونتير. والحصه الجايه ان شاء الله وغتكون عاد حتى هي ان شاء الله غتكون فيها بطلة المطبخ ديالنا هي البطاطا محبوبة الجماهير. شكرا بزاف على تشجيعاتكم اخواتي والى حصه مقبله.